بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه عايز اعزي كل الاخوه الجزائريين واعزي ناس كتير في وفاه اللاعب الجزائري صوفيان لوكار قائد مولوديه سعيد. اعزيهم على الوفاه والموت المفاجئ للاعب والمشاكل الطبيه اللي بنعاني بيها في ملاعبنا العربيه. الموت اسمه نصيبه، الموت قدره، خلاص مبقاش لي دقيقة واحدة بس يتنفسها في الحياة دي، خلاص ربنا أمر والروح انقبضت وكل حاجة. بس احنا عايزين نتفق مع بعض ان احنا لازم نحاول نطور منظومتنا الطبية شوية، لازم نحاول نطور منظومتنا الطبية شوية في الملاعب، لازم نحاول نتعلم من اللي بنشوفه في انجلترا، نتعلم مثلا من حالة مباراة نيوكاسل وتوتنهام، نتعلم مثلا من الحالة اللي حصل في كريستيان اريكسون، نتعلم مثلا من الحالة اللي حصل في ماتش تشيلسي واتفورد تقريبا الأخيرة، نتعلم ان خلاص أجهزة انعاش القلب لازم تكون موجودة بالنسبة لأي جهاز طبي، نتعلم ان الفيفا دايما تحاول تدعم الدوريات الضعيفة ماليا بأجهزة طبية على أعلى طراز علشان خاطر يحاولوا يحافظوا على اللعيبة اللي هم راس مال الفيفا واللي فيفا بتعرف تاخد من وراهم فلوس كتير. دايما كنا بنتكلم هنا عن ان لعيب الكوره مش هو الشخص المرفه اللي انت متخيله. في فلوس كتير بس مسيرتك ممكن تضيع في مباراه واحده. دلوقتي بقينا بنشوف ممكن حياتك كلها تضيع في مباراه واحده. كلنا شفنا كاس العرب الاخيره، شفنا حاله الارتجاج اللي اتعرض ليها حمدي فتحي، شفنا حاله الارتجاج اللي اتعرض ليها لعيب زي بغداد بنجاح. بس للاسف الشديد دول كانوا مع دكاتره كانوا فاهمين شويه فكانوا عارفين ان دي حاله ارتجاج في المخ فنطلع بره. للاسف حاله سفيان ما كانتش كده. حاله سفيان ان بعد ما حصل له ارتجاج نزل الملعب وكمل، ودي كانت مصيبه سودا ودي كانت ازمه طبيه كبيره جدا. في الاول والاخير احنا حابين نقول ان خلاص هو الراجل عمره كده وهي الاعمار بيد الله، بس نحاول نتعلم شويه من الاخطاء ونحاول نتعلم شويه الاهتمام بالمنظومات الطبيه بتاعتنا داخل ملاعب كره القدم. مش هنفضل كل حاجه نرميها على القدر وعلى النصيب وعلى ان ده خلاص النهايه. نحاول ان احنا نطور ونحاول دايما ان احنا نفتكر ان كلها ماشيه على الله، ونحاول نفتكر ان احنا نحاول نطور من نفسنا شويه يا جماعه، نحاول ان احنا نبعد عن فكره ان كل حاجه بالنسبه لنا مثاليه، لا احنا كل حاجه مش بالنسبه لنا مثاليه، ودي اللي بنشوف مع اول حاله اللي كنا محتاجين فيها تدخل طبي سريع. للاسف الشديد ما لقيناش اي حاجه ولقينا في حاله وفاه لشاب لسه صغير. في الاول وفي الاخر برضه هرجع اقول لك ان ده قدريات، بس نحاول نتعلم من القدريات دي اي حاجه، مش هنفضل طول عمرنا عايشين على قدر قدر قدر. نتمنى الفيديو يكون عجبك لو فهمت وجهه نظر. انا طبعا كلنا بنامن ان الروح وقبضها كل دي حاجات مسلمات، بس احنا بنحاول نتكلم على تطوير منظماتنا الطبيه وتطوير ملاعبنا وتطوير الاجهزه الطبيه، ومش اي حد معاه كورسات يشتغل جهاز طبي. معلش يعني عايزين نغير الحته دي عشان الحته دي مؤذيه جدا للعيبه كتير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فكفايه الدعاء للاعب بالمغفره، وكفايه الدعاء للاعب بالتثبيت حسن السؤال عند السؤال، وكفايه انك تدعي للاعب فقط.